آل منصور، ياسين منصور، محمد لطفي منصور، ولطفي ابن محمد لطفي منصور اللي هو كان وزير النقل وعميد عائلة آل منصور بمصر والعالم. قلت لكم ان ياسين منصور اشترى نادي توت عنخ آمون، وما طلعش ياسين منصور ياسين، طلع الشقيق الاكبر محمد بيه لطفي منصور اللي هو كان وزير نقل، وابنه اللي كان عاوز يشتري نادي تشيلسي، وطلع عندهم ناديين اتنين، نادي فيه اف سي نوريتش في الدنمارك اللي فيه مجموعه من اللاعبين، وطلعوا عاملين اكاديميه اسمها راي تو دريم. الافكار اللي كان عاوز يعملها ياسين منصور عملها لطفي محمد لطفي منصور اللي كان عاوز يشتري تشيلسي، وخرج منها اربع لعيبه عظام اللي هي الاكاديميه والنادي. النادي ده اللي كان عاوز يشتري ابراهيم عادل، اللي قدم عرض النادي بيراميدز انه يشتري ابراهيم عادل، بس كانش عايز يشتري ابراهيم عادل عشان يوديه الاهلي، لا ده كان عايز يشتري ابراهيم عادل استثمار، زيه زي محمد قدوس اللي شفناه امام اياكس امستردام، امام مع اياكس امستردام امام نادي واو 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 واو، حلو يا واو واو الاسم ده، الف شكر. امام نادي ليفربول وسجل جول، ده من خريج هذه الاكاديميه، اكاديميه آل منصور اللي هي راي تو دريم. واللاعب ده غاني وباعوه ب 10 مليون يورو و20% من نسبه من اعاده البيع. برضو كان واخدين من غانا كمال الدين سليماني اللي باعوه لنادي رين الفرنسي ب 21 مليون يورو ولهم 15% من اعاده البيع. وبرضو اللاعب الدنماركي ميكائيل دي مسجاده اللي راح لسامبدوريا الايطالي ب 8 مليون يورو، وسيمون ايدن جراء اللي راح برايتون الانجليزي ب 8 مليون يورو، وبرضه نسب من اعاده البيع. فالناس شغاله استثمار رياضي، فابراهيم عادل كان بالنسبه لهم نوع من الاستثمار الرياضي، يروح النادي الدنماركي يتسنفر ويتلمع ويتباع، وبيشتروا نادي تاني في امريكا او اشتروه خلاص وهيتم الاعلان عنه. قال لي كل التفاصيل دي حبيبي الغالي اسلام مجاهد رئيس لجنه اكتشاف المواهب في نادي توت عنخ امون، ومعاهم الاستاذ محمد وصف عضو منتدب وعضو مجلس اداره، ايضا الاستاذ سيف اسلام مجاهد ومشرف على الكوره. فالاستاذ محمد وصف والاستاذ اسلام مجاهد امدونا بهذه المعلومات المهمه. عندهم ناديين المنصور ياسين منصور ومحمد لطفي المنصور، محمد بلطفي المنصور ده اللي هو عميد العيله اللي كان وزير نقل وابنه، ان هم عندهم نادي في امريكا وهيعلنوا اسمه هذا الاسبوع، ونادي اف سي نورتش ده بيمتلكوه واللي هو اللي كان مقدم عرض لابراهيم عادل، وبالتالي ورايتو دريم فتحت اكاديميه في غانا وبدات في مصر هذا العام، وعاملين مشروع رائع جدا في مشروع اسمه باديه كومباوند منتجع سكني في 15 فدان وثلاث ملاعب ومدرسه للاطفال بيخشوا ياكلوا ويشربوا وتعلموا في مثل هذه المدارس، ورعايه كامله ليهم، ثم لمجرد ان هم موهوبين في كره القدم ثم يتم تسويقهم اوروبيا. فالناس كلها اللي ربنا يكتب لها الخير انها تبقى متواجده في هذا الامر، وبالتوفيق باذن الله تعالى لمحمد بيه لطفي منصور وآل منصور جميعا. لكن النادي اللي اشتراه بقى ياسين منصور او اللي عنده نادي بالم هيلز، لكن توت عنخ امون ده ملك محمد بيه منصور اللي هو عميد العيله وكان وزير النقل، وابنه لطفي محمد لطفي منصور اللي هم كانوا عايزين يشتروا تشيلسي. فبالتوفيق لآل منصور، لكن ابراهيم عادل لو كان راح اف سي نوريتش كان الهدف منه الاستثمار وليس الهدف منه ترضيه النادي الاهلي. يعني الناس بتبحث عن الاستثمار وليس فقط ان هم يبقوا كوبري للنادي الاهلي، ناس عارفه قيمه الاستثمار الرياضي وحريصه عليه، وكل رجال المال والاعمال الان يسعون بكل السبل والطرق للتواجد في عالم كره القدم وعالم الرياضه لانها عالم الشهره. زمان كان العالم بتاعهم هو عالم الخيل، كان اي رجل اعمال تلاقيه بيشتري خيل ويخش الخيل وعربي اصيل وحاجات بالشكل ده، كله دلوقتي رايح لعالم كرة القدم لأنها عالم استثمار مالي ضخم وأرباح، وفي نفس الوقت تعمل شهرة عالمية للناس اللي بيشتروا في مجال الرياضة وبيشتروا أندية كبيرة واستثمارك، بل باتت الدول تسعى لشراء بعض الأندية سواء بقى قطر سواء الإمارات سواء السعودية سواء مستثمرين من الدول العربية، كله بيبقى حريص على التواجد في مثل هذه الأمر. أنا بشكركم ودمتم في أمان الله، سلام عليكم.